السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. زي ما حضراتكم متعودين بنكون موجودين معاكم اليوم السبت اليوم الخميس من الساعه 7. اخبار كتيره واستعدادات قويه للنادي الاهلي من خلال التدريبات اللي اداها اليوم في ملعب مختار اتيتش بالجزيره. ان شاء الله مباراه بيراميدز هتكون يوم الجمعه القادم، وهقول لحضراتكم جدول النادي الاهلي من مباريات خلال شهر يناير. قبل ما ابدا بقول لحضراتكم كل سنه وانتم بخير وصحه وسعاده، والامه العربيه والامه المصريه كلها بخير، ويا رب ان شاء الله نحقق كل اللي احنا ما عرفناش نحققه في 2018 وتكون سنه سعيده علينا وعلى النادي الاهلي، وان شاء الله تكون سنه النادي الاهلي يعود الى عرشه من جديد ويحقق لقب دوري ابطال افريقيا اللي ان شاء الله هيبدا المهمه خلال شهر يناير امام فيتا كلوب في اول مباراه لي مع الفريق في دوري الابطال. طبعا زي ما قلت لحضراتكم شهر يناير هيكون شهر مباريات كثيره جدا للنادي الاهلي، هيكون فيها لقاءين لدوري الابطال. يوم الجمعه القادم 4 يناير هتكون مباراه النادي الاهلي امام بيراميدز، ويوم 8 يناير هيكون مباراه ايضا في الدوري المصري، سموحه هيلاعب النادي الاهلي يوم 8 يناير، ويوم 11 يناير الاهلي هيبدا مشواره الافريقي امام فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 11 يناير. يوم 18 يناير شبيبه الثوره امام النادي الاهلي، المباراه هتكون يوم الجمعه اللي بعديها على طول، يعني مباراه فيتا كلوب هتكون يوم 11 و11 هيبقى يوم جمعه، اللقاء اللي بعديه على طول هيكون يوم الجمعه اللي وراه، لكن المباراه هتكون خارج الديار. النادي الاهلي هيرجع بعديها لمصر للمقصه يوم 24 يناير، ويختتم لقاءاته في شهر يناير بمباراه وادي دجله يوم 28 يناير. شهر زي ما قلت لحضراتكم في ست مباريات للنادي الاهلي، اربعه منهم في بطوله الدوري العام واثنين منهم في بطوله افريقيا. كل الدعم والتوفيق للنادي الاهلي، لازم كلنا نتكاتف ونتحد ونبقى في ظهر النادي الاهلي ان شاء الله علشان الاستعدادات القويه. طبعا احنا عارفين ان الاهلي دعم صفوفه ولسه بيدعم، لسه شهر يناير ما خلصش، وبالتالي كل حاجه وارده وكل المفاجآت وارده، وكل الاسماء اللي حضراتكم بتطرحوها على السوشيال ميديا من تساؤلات، اعتقد النادي الاهلي طلع بيان اكتر من مره وبيكشف. النادي الاهلي لما بيخش في حاجه بيخلصها بدون اي مشاكل، الموضوع بيكون فيه تحفظات، بيكون فيه بعض الكتمان لاسباب النادي الاهلي طبعا هو اللي اعلن بيها، وفي الاخر بيكون الاعلان في الوقت المناسب. الموضوع ده حصل مع المدير الفني وايضا حصل مع صفقه رمضان صبحي. اما الكلام على حسين الشحات زي ما قلنا قبل كده يوم الاسبوع الماضي يوم السبت اللي فات اتكلمنا وقلنا ان النادي الاهلي بعت لنادي العين الاماراتي عرض لضم حسين الشحات، لكن زي ما قلت لحضراتكم القيمه الماليه مفيش غير اتنين يعرفوها، هو اداره النادي الاهلي واداره نادي العين الاماراتي، لكن هنستنى وهنشوف ايه اللي هيجد علينا ان شاء الله من خلال الصفقه. المباراه بيراميدز مباراه قويه، مباراه اكيد كل الجمهور النادي الاهلي منتظرها، تبقى مباراه اكيد بين نادي قوي، النادي ماشي بشكل كويس في الدوري المصري الممتاز ورا نادي الزمالك في المركز الثاني ب 30 نقطه، النادي الاهلي بيلعب مباراه من المؤجلات، مباراه تفرق كتير مع النادي الاهلي، اي مباراه النادي الاهلي بيلعبها بتكون يعني نهائي في ظل المؤجلات اللي موجوده كتير، في ظل طبعا الصراع القوي على بطوله الدوري هذا العام. انا اعتقد ان هي هتكون واحده ان شاء الله من امتع اللقاءات، كمان جمهور النادي الاهلي بيستنى المباراه دي بالتحديد علشان هتكون اول مباراه للمدير الفني الارجواني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. خلينا نتكلم بشكل اوضح، اول مباراه راجل اكيد موجود من المباراه الاخيره امام الداخليه، اتفرج على امران المستبعدين، وايضا كان موجود في ارضيه الملعب يوم المباراه واتفرج على الفريق، وقبليها كان موجود واتفرج على مباراه ايضا خاصه بالنادي الاهلي. هو راجل بيتابع وبيبحث وبيشوف. مارتن لاسارتي مش هيعتمد فقط على اللعيبه اللي هم موجودين مع الفريق من الاول او هم اللي بيشاركوا في اللقاءات بشكل اساسي، مارتن لاسارتي هيعتمد على اعطاء الفرصه للجميع، الجميع ليه الحق في المشاركه مع النادي الاهلي. صفقات جديده، عندنا لعيبه تأيدت زي صالح جمعه خلاص بيتأيد في قائمه النادي الاهلي، رمضان صبحي موجود، محمد محمود ومحمود وحيد وجيلارتون، نتكلم على خمس اسماء اعتقد ان هم اقوياء جدا 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 ويرجحوا
اي كفه فريق ايا كان، حتى لو مش الاهلي بيرجحوا كفه اي فريق الخمسه يكونوا موجودين فيه. اما موقف بقى المصابين وموقف وليد سليمان وحسام عاشور وازارو هنتكلم عليهم مع الاخبار اللي هتكلم مع حضراتكم عليها، لكن ما فيش شك ان احنا سريعا لو اتكلمنا على سنة 2018 وأهم الإحصائيات وأهم الأرقام وأهم الإنجازات اللي مصر حققت فيها أرقام جيدة جدا. اتكلم على كرة القدم، منتخب مصر حقق في شهر يناير الماضي مصر حققت 3 ألقاب، أحسن منتخب منتخب مصر وأحسن مدير فني مستر هيكتور كوبر وأحسن لاعب هو محمد صلاح. محمد صلاح بيتألق بعد شهر يناير وبيحصل على جوائز عديدة جدا، على جائزة البي بي سي يمكن 2018 اخذها اواخر 2017، تم تتويجه في 2017 في شهر ديسمبر، لكن محمد صلاح يتوج بالجائزه الثانيه ليه على التوالي مع جريده بي بي سي، وبينجح ان هو يفوز بلقب احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، وكمان اخذ احسن لاعب من رابطه النقاد لمحترفي الدوري الانجليزي. فبنتكلم على القاب كثيره جدا وعديده لمحمد صلاح في 2018، بننتظر ايضا في 2019 محمد صلاح يحقق اللقب اللي هيكون يوم 8 يناير في العاصمه السنغاليه دكار، علشان يبقى تاني مصري يحقق اللقب على التوالي في تاريخ كره القدم. كمان هنقول ان 2018 عالميا تتويج منتخب فرنسا بكاس العالم، ودي البطوله الاهم بالنسبه للمنتخبات. كمان ريال مدريد على مستوى الانديه لكن عالميا واوروبيا بيحقق لقب دوري الابطال للمره الثالثه على التوالي، وايضا في شهر ديسمبر الماضي بيحقق لقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي. لوكا مودريتش بيحقق 3 ألقاب في 2018، أحسن لاعب من الفيفا جايزة ذا بيست، وأيضا جايزة فرانس فوتبول البالون دور، وأخيرا أحسن لاعب في أوروبا محمد صلاح كان ليه نصيب في الثلاث جوائز، إن هو يكون موجود ضمن واحدة من أفضل 3 لعيبة والثانية من ضمن أفضل 3 لعيبة، أما الثالثة اللي هي البالون دور كان موجود من ضمن أفضل 5 أو 6 لعيبة موجودين في التصنيف. وبالتالي سنة أنا شايف إن هي سنة الحمد لله ما فيش فيها أي حاجة وحشة بالنسبة لينا كمصريين وكأهلوية، إن النادي الأهلي لم يوفق في فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، لكن إحنا كأهلوية زعلانين إن النادي الأهلي بيطلع من المباراة النهائية أو مش بيحقق لقب في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي. مفيش حاجة بترضينا غير الفوز بالبطولة والفوز باللقب، هو ده جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي اتعود دايما على الفوز، اتعود دايما على المكسب، اتعود دايما إن هو يبقى رقم واحد، ودي مشكلة كبيرة جدا إحنا محطوطين فيها دلوقتي. ما تعودناش دايما على الخسارة، لكن هو ده حال كرة القدم، غيرنا بيفوز، غيرنا بيخسر، غيرنا بيتعادل، لكن إحنا متعودين دايما على المكسب. ف 2019 إن شاء الله يكون عام سعيد للجمهور الأهلاوي، نحقق فيه لقب البطولة الأفريقية، نكون موجودين في كأس العالم للأندية، نلعب ونفوز ببطولة السوبر الأفريقي وأيضا بطولة الدوري. لسه في الملعب عندنا فرصة كبيرة جدا إن احنا إن شاء الله بالمؤجلات باللعيبة بحاجات كثيرة جدا بعوامل تانية. شفنا مانشستر سيتي كان متفوق لبطولة الدوري لحد قبل نهاية الدور الأول، لكن بعديها بيقع والفارق بيوسع لسبع نقاط ما بينه وما بين فريق ليفربول. عندهم مباراة بالمناسبة يوم الخميس القادم يوم 3 يناير، هتكون مباراة الحسم. لو فريق مانشستر سيتي حقق نتيجة إيجابية هنقول الدوري لسه فيه كلام، أما لو السيتي خسر أو تعادل مع فريق ليفربول وهيبقى الوضع كما هو عليه أو الفارق هيوسع لعشر نقاط، أعتقد أن احنا كلنا هنقول مبروك لفريق ليفربول فوزه ببطولة الدوري. هتقولي لي لسه بدري، لسه بدري في الدوري الإنجليزي، لكن أنا هقول لحضراتكم معنويا ونفسيا ليفربول معنوياته هترتفع جدا جدا جدا، ومانشستر سيتي معنوياته هتكون في الأرض، وأنتوا عارفين أن المدير الفني الشاطر دايما بيلعب على العامل النفسي. في مدير فني ممكن يكون جاي فريق جديد يبدأ يلعب على التكتيك بتاعه يطبق على الفريق، وبالتالي الفريق يتقبل التكتيك، وممكن مدير فني التكتيك بتاعه ما يمشيش مع الفريق، وبالتالي هيبدا يغير اسلوب لعبه بسبب العامل اللي موجود او الظروف اللي موجود فيها او طريقه لعب اللعيبه اللي موجودين فيها. الحاجه الثالثه اللي انا شايف يورجن كلوب يلعب عليها هو الحافز النفسي اللي بيكون موجود عند اللعيبه. فريق ليفربول كل مباراه بينزل ارض الملعب بيكون عنده حافز، بيكون عنده حاجه عايز يحققها، حاجه عايز ان هو يطلع من المباراه بيها، عكس فريق مانشستر سيتي اللي مش متعودين او مش حاسين ان هو بينزل
بدافع او بينزل بحافز. جوارديولا عنده كل الطلبات، عنده كل اللعيبه اللي ممكنه، عنده بدل الواحد في كل مركز 3 و4. عكس لما نيجي نتكلم على مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد مورينيو زي ما احنا شفناه 2017 و2018 تم اقالته من فريقين كبار جدا في انجلترا، هو تشيلسي هو مانشستر يونايتد. اللي حصل ان المدير الفني فقد اهم الملكه او اهم ميزه موجوده عنده هي الاقناع للعيبه، وبالتالي ما عندوش جديد يقدمه لفريق تشيلسي وما عندوش جديد يقدمه لفريق مانشستر بنفس اللعيبه. اللعيبه بتاع تشيلسي كونتي كان موجود بيها اخر بطوله الدوري، وايضا سولشاير مع فريق مانشستر يونايتد بيحقق من 3 مباريات 3 فوز ب 12 هدف عشان يكون اول مدير فني في تاريخ البريمير ليج مع اول 3 لقاءات يسجل لعبته اكتر من 10 اهداف. طولت عليكم في الاخبار وفي الاحصائيات، تعالوا نروح لاخبار النادي الاهلي ونبدا معاكم من اول خبر، ميران مكثف للاهلي وتعليمات خاصه للمدافعين. مستر مارتن لاسارتي حصل كان في تمرين اليوم ويعني وجه بعض التعليمات الخاصة للمدافعين، وكان حريص جدا جدا انه يتكلم مع المدافعين بشكل خاص، لان حضراتكم عارفين النادي الاهلي بيمر ببعض الظروف الخاصة به في خط الدفاع سواء من اصابات او سواء من عدم توفيق، لكن كان في كلام، كان في بعض التوجيهات. عندهم مباراة مهمة جدا يوم الجمعة القادم مؤجلة من الجولة رقم 8، والمباراة هتقام ان شاء الله الساعة 6:00 مساء على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة المقبل. طبعا مستر لاسارتي حرص على إقامة حصة تدريبية خاصة بالكرة من خلال ان هو قسم اللعيبة اكتر من مجموعة، وبدأ ان هو يدي كل مجموعة الجرعة الخاصة بيها، وفي الاخر عمل تقسيمة كبيرة علشان يبدأ يحط ايده على كل العوامل الايجابية والسلبية من خلال التقسيمة من خلال تواجده في مران النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين الصورة اللي فاتت كان في كلام ايضا مع وليد ازارو وكابتن خطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حرص كل الحرص انه يكون موجود في تدريبات اليوم لمباراة استعدادا لمباراة بيراميدز يوم الجمعة القادم، ودي اكيد مش حاجة غريبة على كابتن محمود الخطيب انه يكون موجود في كل تدريبات النادي الاهلي قبل كل مباراة مهمة سواء في بطولة الدوري او في دوري الابطال. لكن الاخبار المهمه اللي موجوده من ضمن الخبر الخاص بتدريب الفريق ان شارك حسام عاشور كابتن الفريق بصوره طبيعيه، وكمان شارك وليد ازارو في المران الجماعي، وبالتالي فرصهم ممكن تكون كبيره في المباراه القادمه لو مستر مارتن لاسارتي شايف او وجهه نظره شايفه ان هما الاثنين يستحقوا ان هما يكونوا موجودين من بدايه المباراه. نروح لمحمد شريف وخبر انه يغادر ميران النادي الاهلي للاصابه، ويعني اكيد خبر مؤسف وخبر حزين، محتاجين كل لاعب يكون موجود معانا، لكن محمد شريف لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي غادر ميران الفريق قبل نهايته بسبب تعرضه للاصابه خلال مشاركته في التقسيمه اللي اجراها مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الاول بطول الملعب. خرج محمد الشريف قبل نهايه المران بصحبه طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، وهيتم تحديد اصابته وفرص مشاركته في التمرين خلال الفتره المقبله. ثلاثي النادي الاهلي يؤدي تدريبات على هامش المران الجماعي، الثلاثي الاهلاوي سعد سمير وصلاح محسن ورامي ربيعه ادوا البرنامج التاهيلي اليوم على هامش ميران الفريق اللي أقيم على ملعب مختار التتش بيستعدوا لمباراة بيراميدز. طبعا ده الفريق الأول مش الثلاثي، واللي هتكون إن شاء الله يوم الجمعة القادم. الثلاثي أدى تدريبات في الملعب وأدى تدريبات في الجيم، بدأوا داخل صالة الجيم وختموا التدريبات داخل الملعب بجري حوالين الملعب زي ما حضراتكم شفتوا في بعض اللقطات الخاصة بالتدريب، وأجب الجهاز الطبي على أن رامي ربيعة هيعود ان شاء الله للمران الجماعي خلال الاسبوع او خلال اسبوع، فيما يحتاج سعد سمير وصلاح محسن لفتره تتراوح ما بين 2 ل3 اسابيع. مارتن لاسارتي يعقد محاضره مع اللاعبين في التتش، مهم جدا المدير الفني يبقى كلامه كتير في الاول، يتعامل مع اللعيبه بشكل محترف علشان يبدا من هنا يحصل تواصل ما بين المدير الفني واللعيبه، وعلشان كمان يقدر يحط ايده على كل ما هو ايجابي وسلبي في الفريق.
الفريق علشان الفترة المقبلة فترة عصيبة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، فيها مباريات كتيرة، وأيضا لجمهور النادي الأهلي اللي حريص كل الحرص على حسم لقب الدوري العام وحسم لقب بطولة دوري الأبطال، وكل حاجة إن شاء الله تؤدي إلى إيجابية وتؤدي إلى فعل جيد. كله بيشتغل وكله بيؤدي وفي نتاج، سواء في التعاقدات أو باللعيبة في التدريبات أو المصابين اللي هيرجعوا من الإصابة للفريق الأول والاستعدادا للتدريبات. طبعا مستر مارتن لاسارت تتكلم مع اللاعبين على تحديات الفترة المقبلة وضرورة التركيز في جميع المواجهات اللي بياخدها الفريق في بطولة الدوري من أجل استعادة الانتصارات. وطبعا الأهلي خاض مرانو العصري اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز يوم الجمعة القادم. آخر خبر قبل ما نروح لتقرير مهم، وليد أزارو يشارك في المران الجماعي، لكن قلنا الخبر قبل كده لكن هنقوله لحضراتكم فيه بالتفصيل، إن وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التيتش تحت قيادة المدير الفني الجديد، واستعد إن شاء الله النادي الأهلي لمباراة يوم الجمعة. وإن أزارو اشتكى من نزلة برد أبعدته عن مران الفريق أول امبارح واكتفى بأداء جلسة في الجيم، وخضع أزارو لفحص طبي اليوم قبل انطلاع تدريبات لكنه عاد بصحة جيدة. وأكيد طبعا دور البرد في الأيام دي بيكون كتير ومنتشر، وبالتالي وليد أزارو ما نجاش منه، لكن بيعود إن شاء الله وليد أزارو علشان يكون مستعد للمباراة. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي مستعد على أتم استعداد في مباراة الجمعة، سواء باللعيبة الجدد أو بعض اللعيبة اللي عادوا من الإصابة. أهم وأبرز الصفقات هي صفقة رمضان صبحي اللي كل الأهلوية حاطين أمال عليها علشان يكون إن شاء الله واحد من الرجالة، واحد من المنقذين، واحد من اللي احنا هنحط عليهم أمال وطموحات في بطولة الدوري المصري وأيضا في بطولة دوري الأبطال. تعالوا نروح ونسمع ونشوف تقرير لرمضان صبحي، وبعديها نروح علشان نستقبل الضيف العزيز واللي مش غريب على قناة النادي الأهلي الأستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع.